السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي قناة مطبخ سامية. اليوم جيت بوصفة لاموسو شوكولا. وصفة سهلة، ما تاخدش بزاف الوقت وما عندهاش بزاف المقادير. ونحتاج إلى 4 بيض. هنا درت الصفر وحدهم كما راكم تشوفوا، والبياض درتهم وحدهم. عندي 2 مغارف كبار سكر، وهنا عندي 200 غرام شوكولا بالحليب ولا شوكولا ولي مع مغرفة كبيرة الزبدة. دوكا الزبدة تاعي مع الشوكولا ندوبهم في حمام مائي. هاوليك دوبت الشوكولا تاعي مع الزبدة هكذا. دوكا نبدأ ندرب البياض تاعي، نديرو هكذا. دوك نضرب البياض تاعي كي الثلج مع السكر. كي البياض تاعي كي يبدا يطلعوا لي نزيد السكر. شوفوا دوكا كي يبدا يطلعوا نزيد، كي بداو يطلعوا نزيد لهم السكر. هكذا ونكمل نطلعهم. هاوليك دوكا البياض تاعي طلعتهم، شوفوا ما يتحركش، ما لازمش يتحرك. شوفوا لازم باش تكونوا متأكدين بلي خلاص كملتوا البياض تاعكم طلع مليح. لازم في الفوي تاعكم ولا الغوبو تاعكم لازم يكون عنده هادو البيك هذا. دوكا واش ندير؟ نجبد الصفار البيض، نديرو الشوكولا اللي دوبتو مع الزبدة ونخلطهم. كيما راكم تشوفو دوك نخلطهم. هاوليك ونزيد البيض تاعي اللي طلعته. ندير في الاول ندير غير شويه ونخلط بالخف كيما هكا. تقدروا تزيدوا ولا حبيتوا ياغورت دانيت شوكولا. الا حبيتوا يزيد لكم المذاق اكثر يكون بزاف بنين. وتاني تقدروا ديروا تزيدوا تاني حبه بنان ولا زوج الا حبيتوا يكون عنده ذوق تاع البنان.
دوكا هذا الخليط نديرو لهنايا الخليط تاع البياض اللي طلعتها. ونخلطهم غير بالعقل. من تحت للفوق باش ما نكسرش بزاف البياض البيض. ما على باليش الا راكم تشوفوا مليح. لازم من تحت للفوق. ها نوريكم كيما هاك. كملت الخليط تاعي خلطته مليح. شوفوا كيفاش يكون. شوفوا القوام تاعو. هنا عندي دي فير كيما هكذايا كيسان كيما هك. ندير لاموس تاعي لهنا ونديرها في الفريجيدير على الأقل 5 سوايع 5 ساعات. هاوليك دوكا انا لاموس تاعي نديرها في الفريجيدار تقعد ليله كامله. الا حبيتو تاكلوها بالخبز تقدروا ديروها في الكونجيلاتور. ان شاء الله نتمنى تعجبكم الوصفه. ولا ديكوراسيون تزيين يقعد على حسابكم. تقدروا تزينوهم كما تحبوا. ان شاء الله هم بعد نولي لكم فيما بعد باش نوري لكم النهاية. ليك لاموس او شوكولا اللي درتها انا زينتها بالكاوكاو كما راكم تشوفوا هنا. انا خليتها ليله كامله. الا راكم حبيتوا تاكلوها ولا بريسيين باش تكون واجده تقدروا ديروها في الكونجيلاتور هكاك ساعه ولا لازم تشد روحها. وتقدروا تزينوها كيما حبيتوا. بيان سور تلقاو الوصفه مكتوبه في صفحتي الانستغرام مطبخ ساميه ولا كويزين ساميه. الوصفه وانا درتها مقبل
وزينتها بلا كريم شانتيي من الفوق، تلقاوها بلا كريم شانتيي. ان شاء الله نتمنى تعجب لكم الوصفة. خلوا لي رايكم في التعليقات، والا يعجبكم واش راني ندير والوصفات تاعي، معليكم غير ديروا جيم بارتاجيو، وما تنساوش تشاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد من الوصفات. وإلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله.